آي بقرآني ليست كما تبدو وسنة هجرت هيا بنا نحدو والنصح توقيع يسمو به العبد ارضى به المولى هذا هو القصد هذا هو القصد. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. كما مرت معنا الآية رقم 101 من سورة النساء وهي كغيرها الكثير من آيات كتاب الله تبارك وتعالى. ننظر إلى لفظ معين وهو هنا لفظ يفتنكم. يفتنكم يتبادر إلى ذهننا أي يضلكم عن دينكم، ولكن هنا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي يعتدوا عليكم، عندها جاز لكم قصر الصلاة. اللهم دلنا على الخير في كتابك العظيم. كثير من السنن عن الحبيب صلى الله عليه وسلم تهمل أو تترك لبعض الأسباب، منها طبيعة الحياة، منها الحياء والخجل من تطبيق هذه السنة بصورة تلفت وتجذب الأنظار للناس. ومن أشهر هذه السنن على الإطلاق التي أصبحت للأسف غير مطبقة عند كثير من الناس بسبب خجلهم، وهي السنة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه أبو بكر: كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله، أي خر في مكانه يسجد شكر لله تبارك وتعالى على هذه النعمة. كم منا يطبق هذه السنة، وكم منا محتاج لهذه السنة مع كثرة نعم الله تبارك وتعالى وكثرة ما تأتينا من أخبار تسرنا، ولكن احنا نتردد ونستحي ونتحرج، أو البعض يظنك أنت لازم تكون محتاج أنك متوضي وتستقبل القبلة. أبدا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا إذا جاءه ما يسره على أي حال وعلى أي صورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفتخرون بتطبيق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يصعد ماء البحر المالح إلى السماء بخارا فيكون غماما ثم يعود إلى الأرض غيثا عذبا نقيا. اصعد بقلبك إلى السماء وانظر كيف يعود. اللهم اربط قلوبنا بك حتى نعود. آي بقرآني ليست كما تبدو وسنة هجرت هيا بنا نحدو والنصح توقيع يسمو به العبد ارضى به المولى هذا هو القصد هذا هو القصد.